الثالث هو باب نجران وباب المنصورة وباب السلام. بعد ذلك قامت القوات اليمنية بعملية الاقتحام. هذه الأبواب هي من ضمن سور ضخم مبني منذ القرن السادس عشر ميلادي يحيط بالمدينة القديمة، يبلغ طوله قرابة 6 كيلومترات وارتفاعه قرابة 8 أمتار. فرقتان من القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب تقدمت القوات الأمنية المقتحمة، وهنا دارت حرب شوارع بين الجيش اليمني والحوثيين. الحوثيون تحصنوا في البيوت وأسطح المنازل وفتحوا النار على الجيش اليمني الذي كان يقتحم المدينة القديمة. وصفت المعركة بالشرسة وحتى استخدم فيها السلاح الأبيض. تعتبر هذه العملية من أجرأ العمليات التي تنفذها القوات اليمنية، فمدينة صعدة القديمة تعتبر معقلا حصينا جدا، تتداخل مبانيها ويتعذر المرور بين حاراتها وشوارعها، أو بمعنى أدق أزقتها التي لا تتجاوز المترين في أحسن حال. أما بالنسبة للقصر الجمهوري نسمع عنه كثيرا في نشرات الأخبار، فهو عبارة عن دار ضيافة يقع داخل موقع ما يعرف بالكامب، مجمع الأشغال العامة أو الطرقات عند هذه النقطة، ويحاول الحوثيون السيطرة عليه بأي طريقة لتحقيق مكسب معنوي لهم قبل أي شيء آخر للرفع من المعنويات القتالية.